يعني اصلا من حاجه و30 سنه كنت من اشهر الراقصين يعني في الجامعه، وكنت طبعا بغاوي مايكل جاكسون، هو الجيل بتاعنا بقى. فانا غاوي من زمان الموضوع ده، ويعني هو اصلا وانا اصلا كمان يعني في الفن، انا اصلا يعتبر شغال في المجال الفني، فانا بيستهوني المواضيع دي. فانا طبعا ده فرح ابني، فطبعا اصحاب ابني وقرايبي عارفين انا يعني ليا في الحاجات دي شويه. طب والنبي اطلع دي شايفه راح احرجوني راح مشغلين مايكل جاكسون بقى، وده فرح ابني، فقلت افرحه بقى وافرح معاه شويه. فرقصنا كده حبه دول وخلاص، يعني لقيت بقى اللي حصل ده، ولا ان احنا ما عصرناش العصر بتاعكم بتاع الميديا ده، ما نعرفش عنه حاجه صراحه يعني. بس اصحابه بقى ازاي خدوا الفيديو وشيروه وعملوه كده، فحصل بقى الموضوع ده. حتى اتفاجئت لقيت نزل على تويتر، لقيت نزل على تيك توك بارقام بالملايين، فضحكت والله ضحكت. يعني انا كان اسمي اصلا في الجامعه علي جاكسون، ايام الجامعه يعني ايام الجامعه كان اسمي، كنت معروف بعلي جاكسون، حتى ما كانش حد يعرف اسمي الحقيقي غير اسمي علي جاكسون. فكنت يعني ايام الجامعه بقى ايام كل التجاره ومسرح كل التجاره وحفلات كل التجاره، فكنت مشهور بيه قوي يعني، معروفين عن حب ليه يعني عشان احنا الجيل بتاعه بقى مكسر الدنيا. كنت طبعا بقى بتعب عشان اجيب اخباره، وكانش الدنيا سهله كده عشان اجيب بقى فيلم فيديو بقى الحفلات، وكنت بقى فلوسي كلها يعني موجهه نحوه.